والله واكيد كمان واحنا بنتابع المنافسات الكبيره سواء بالنسبه للعيبه اللي بيكونوا على مدار السنه عندهم تمرين بشكل فيه روتين واكيد فيه استهلاك كبير جدا ليهم على المستوى البدني علشان يكونوا طول الوقت بيلتزموا في التدريبات بتاعتهم، وكمان على مدار بطوله مجمعه زي اللي احنا بنتابعها في بطوله كاس الامم الافريقيه اكيد بيكون في ارهاق كبير جدا بيقع على اللاعبين. ايه اللي ممكن يكون بيساعدهم على ريكفري سريع؟ حاجات كتير جدا استشفائيه، ولكن من اهميه دلوقتي القصه في التغذيه بتاعه الرياضيين اصبحت حاجه مهمه جدا جدا، لازم يكون كل رياضي بيعتمد على حد محترف دي المهنه بتاعته علشان يكون بيحافظ على صحته البدنيه بشكل كبير. خلونا نتابع لقاء مع الدكتوره ميار اخصائيه التغذيه الرياضيه وحديث عن الارهاق اللي ممكن يكون بيتعرض ليه الرياضيين اثناء التمرين او اثناء حتى البطوله. صباح الخير، معاكم دكتور ميار عثمان اخصائيه التغذيه العلاجيه والاتونيكيه وتغذيه الرياضيين. النهارده هنتكلم عن اهم المشاكل اللي بتواجه الرياضيين. اكتر مشكله بتواجه معظم الرياضيين في جميع انواع الرياضات المختلفه ان هم في نص التمرين بيتعبوا، ما بيقدروش يكملوا التمرين او يحسوا باجهاد شديد جدا في وسط التمرين. الموضوع ده ليه أسباب كتير جدا، أول سبب وأهم سبب معانا هو قلة المية. للأسف قلة المية بتؤدي للجفاف أو بتأثر على حجم الدم، والجسم بيبدأ يتعامل مع الموضوع ده إن هو بيحاول يحتفظ بكمية الدم اللي واصلة للأعضاء المهمة زي القلب وزي الرئة، بس من الناحية التانية كمية الدم دي بتبقى قليلة للعضلات وللجهاز الهضمي، فعلشان كده بنلاقي انه بيحصل تشنجات في العضلات او شد عضلي. كمان ممكن يحصل شعور بالغثيان لو المعدة فيها اكل، او كمان في بعض الاحيان بيحصل تقلصات شديدة جدا في الجهاز الهضمي وبتخلينا ما نقدرش نكمل التمرين. طيب ازاي نتغلب على المشكلة دي؟ ان احنا نشرب مية كويس. طيب ازاي اقدر احسب كمية المية اللي جسمي محتاجها؟ المفروض ان كل 30 كيلو من وزننا محتاجين للتر من المية، يعني لو انا وزني مثلا 60 كيلو فانا محتاجة 2 لتر مية. كمية المية دي ملهاش علاقة بكمية المية اللي انا بفقدها اثناء التمرين، يعني المفروض مع المية دي كمان ازود من لتر للتر ونص مية في التمرين. كمان مهم جدا ان كمية المية دي تكون متوزعة على مدار اليوم قبل التمرين وفي التمرين وبعد التمرين. وللأسف في يعني مشكلة او خطأ بيقع في ناس كتير ان هم بيبقوا مش شاربين مية كويس، وبيجوا في فترة التمرين بيشربوا كمية مية كبيرة جدا في وسط التمرين ممكن توصل لتلاتة او اربعة لتر مية. الموضوع ده برضو بيخلي الجسم ما يقدرش يتخلص يعني من المية الزيادة دي بسهولة، فبيقل تركيز الصوديوم اللي في الدم. قلة تركيز الصوديوم في الدم دي برضو بتخلينا نحس بعدم التركيز وأحيانا شعور بالغثيان، وفي بعض الأحيان يعني الشديدة بيبقى فيه تشنجات. كمان من ضمن الأسباب برضو اللي بتخلينا نحس بالتعب انخفاض مستوى السكر في الدم. السكر في الدم ده سببه أنه ما بيبقاش النظام الغذائي اللي أنا ماشي عليه مناسب لنوع التمرين بتاعي أو لشدة التمرين، يعني مثلا التمرين بتاعي لما بيكون شدته عالية الجسم بيعتمد بشكل أساسي على الكربوهيدرات كمصدر للطاقة، ولما بيكون التمرين بتاعي شدته من قليلة لمتوسطة فبيكون مصدر الطاقة يعني اللي الجسم بيستخدمه أكتر هو الدهون. فعشان كده لو أنا ماشية على لو كارب دايت ما ينفعش يكون طول الوقت تمريني شدته عالية. والمفروض لو أنا مثلا بمارس رياضة المشي أو التمرين بتاعي أصلا شدته قليلة فالمفروض إن أنا بعتمد على الدهون كمصدر للطاقة. كمان حتى لو أنا ماشي على اللو كارب دايت وعايزة يعني أزود شدة التمرين بتاعتي لازم قبل التمرين بنص ساعة أخد وجبة تحتوي على كمية كافية من الكربوهيدرات زي البطاطا المسلوقة، الفاكهة زي الموز زي البرتقال، الفواكه المجففة. الحاجات دي كلها
هتبقى مصدر للطاقة وفي نفس الوقت هتحافظ على مستوى السكر في الدم. من ضمن المشاكل برضو اللي بتواجهنا تكون يعني اللاكتيك أسيد في العضلات، وده بيخلينا نحس بآلام العضلات وتشنجات واحتقان وعدم القدرة برضو على ان احنا نكمل التمرين. سبب تكون اللاكتيك أسيد ده انه الجسم بيحاول يستخدم الكربوهيدرات عشان يطلع طاقة في قلة وجود الأكسجين. طب ايه اللي بيخلي الأكسجين اصلا اللي واصل للعضلة قليل؟ اما ان انا مش شاربه ميه كويس فكميه الدم هتبقى قليله وبالتالي كميه الاكسجين قليله، يا اما شده التمرين عاليه جدا، يا اما ان انا مش بتنفس بشكل صحي وسليم اثناء التمرين. نتغلب على المشكله دي ازاي؟ ان احنا نشرب ميه كويس، نفسنا يكون منتظم ونتنفس بشكل سليم في التمرين. كمان الاوميجا 3 من الحاجات المهمه جدا اللي بيخفف الاحتقان والالتهاب اللي بيحصل في العضله نتيجه اللاكتيك اسيد. كمان زي ما احنا قلنا قله الصوديوم في الدم بتعمل لنا الشعور بالتعب ده، وده ممكن يكون علشان انا عامله ريستريكشن كبير قوي للصوديوم او مقلله الصوديوم بشكل كبير جدا في الاكل بتاعي. وما اقصدش بالصوديوم هنا اللي هو الملح، يعني في ناس بتمنع اصلا حتى الفاكهه اللي بتحتوي على الصوديوم زي الفراوله والبرتقان الطماطم، بيقولوا ان الحاجات دي لازم نقطعها تماما علشان الصوديوم هيحبس ميه في الجسم. الكلام ده غلط، والصوديوم ليه دور مهم جدا في الحفاظ على ضغط الدم والحفاظ على السوائل في الجسم. الانسان الطبيعي بيحتاج من 2 ل 3 جرام صوديوم في اليوم، يعني لو انت بتتمرن بشكل منتظم ومستمر حاول تحافظ على نسبة الصوديوم في الدم.